اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم الناس الحلوه. النهارده عيون، والنهارده يعني واحد من اعمده الثقافه الطبيه المصريه، اعمده الناس الحلوه، النهارده ضيفي. وكمان الموضوع النهارده موضوع يهم سكيل واسع قوي، لانه كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناويه تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لانه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافه. انا عملت ليزك، هل لازم اعمل تشيك اب؟ ده من ضمن الاسئله اللي هسالها لضيفي، يمكن هبدا بيها كمان. يعني مش نهايه العلاقه بينا ان انا اعمل ليزك واروح خلاص. هل اتابع؟ طب كل قد ايه اتابع طالما الحمد لله ما فيش مشاكل؟ اعمل سيرفس يعني، اجي بقى كل مثلا سنه سنتين عشان نفهم. لكن عنواننا النهارده عمليات الليزك وما يحدث حولها. يعني ايه؟ هنجهز العمليه ازاي؟ عمليه ثم ما بعد العمليه ممكن تحصل تظبيطات، مين اعلى من مين في الانواع، ده كلام مهم جدا. لكن خلي بالكم، ناس كتير معتقده مثلا التلفزيون بيأثر على النظر. هو الحقيقه علميا، وبرضه ضيفي هيصحح المعلومات دي، ان التلفزيون او الكمبيوتر ما بيسحبش النظر، لكن ممكن يسبب مشاكل تانية في العين زي جفاف العين، يزود الجفاف، يخليه اسوأ، وده ممكن يعمل تشويش في الرؤيه او مشاكل في الرؤيه. الاضاءه الخافته، ان الناس كتير تقول لواحد يدخل على اوضه مثلا، واحد قاعد في الاوضه تقول له انت موطي النور ليه؟ الاضاءه الخافته دي بتضعف النظر. برضو التصحيح، هي مش بتضعف النظر، هي بتسبب اجهاد لعضله العين. الجزر ما بيقويش النظر، يعني اللي عنده -7 هياكل جزر مش هيبقى -3، او لو ما اكلش جزر في حياته السبعه دي هتتحول ل9. الكحل ما بيفتش العين في اي شيء، ما بيعالجش اي حاجه في العين، لان في معتقدات دي موجوده في حتت كتيره، وخصوصا مثلا في سينا، في البدو، في عندنا في العرب عموما عندهم اعتقاد في الكحل قوي، وفي الحتت الشعبيه عندهم اعتقاد في الكحل مهم قوي. برضو يعني هل السهر بيأثر؟ حاجات كتيره. كلمه ضعف الابصار دي كلمه احنا اي حاجه بنعملها بنقول لها بتضعف العين. مين اللي بيضعف؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع مصريا وعربيا وعالميا في عالم جراحات العيون، اللي بنفتخر جدا بالحوار معه وبوجوده كركن ركين اساسي في الناس الحلوه، والدكتور ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف، اللي بسعد جدا بزيارته وكالعاده يعني بشياكته. واحد من المتنافسين. لا 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 لا، واحد من قمم الشياكه يعني. الله يخليك، ده من ذوقك. منور دكتور احمد. انت الناس الحلوه بتشوف كل حاجه حلوه. ربنا يخليك ليا. انا بقى عايز ابدا بس بالحته دي قبل ما ادخل النهارده في حلقه طويله وفيها مضمون مهم قوي، لكن هل فعلا التلفزيون والاضاءه الخافته بتاثر على العين؟ لا، زي ما احنا قلنا كده. لا لا لا، هي بيجهد العين. يعني انا دايما اجهاد للعين، ان هو مهما كان التلفزيون هي عباره عن شاشه، عباره عن بيكسل صغيره عشان تكون الصوره، ويندرج تحتيه كمان الموبايل والكمبيوتر والايباد، كلهم حاجات بيكسلز، فبالتالي بتبذل مجهود انت حضرتك علشان تفسر الصوره اللي قدامك او تفسر الكلام اللي قدامك. بيبقى العلاقه ما بين العين وما بين المخ يعني زي ما يكون يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض جامد قوي علشان يفسر الحاجه اللي قدامه، من غير انت ما تعرف او من غير ما انت تحس غصب عننا بان احنا بنقلل معدل البربشه بتاعت العين. يعني المفروض ان انا اقفل عيني وافتحها كامله كذا مرة في الدقيقة، حوالي 18 مرة مثلا، أو ممكن يكون أكتر أو أقل شوية صغيرين. لا، إحنا ممكن إحنا منبهرين باللي إحنا بنشوفه بالعشاشة فنعمل كده. هو ده يعمل جفاف على طول، يعني يخلي الدموع تتبخر بسرعة، وبالتالي تحس بحرقان، تحس بزغللة في العين. كمان في نفس الوقت العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافة محددة طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. مش معنى كده النظر راح او اتسحب النظر زي ما بيتقال بالعامية، لكن هو بيبقى فيه شوية اجهاد في العين، مجرد ساعة او ساعتين تريح فيهم او تنام شوية صغيرين تصحى تبقى زي الفل. السوشيال ميديا ليها ايادي سوداء على الطب بشكل غير عادي، انا شايف كده. من ناحيه اشاعات، من ناحيه الحاجات اللي بتطلع. ما هو ده طبعا للاسف يعني طبعا، بس احنا دورنا ان احنا نحاول نوضح ال 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 الصح، المعلومه الصح، ومش كل المعلومات طبعا اللي على السوشيال ميديا بتكون مظبوطه، يعني نسبه كبيره منها بتكون غلط. يعني مثلا انا بعتقد انه في مثلا حتت معينه او
لصالح حد معين، بدأوا يقولوا جمل غريبة. مثلا منظمة الصحة والـ FDA بتعلق على الليزك تعليقات معينة. ده انتشر من فترة فعلا ان هو ان الـ FDA اللي هي منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية منعت الليزك. طبعا طبعا حاجة زي كده احنا كدكاترة هنعرف قبل اي حاجة يعني. هو مش هيمنع الليزك ويسيبنا احنا شغالين، هو هيبعت لنا اي حاجة، منشور دولي اي حاجة، يا دكاترة وقفوا ما تعملوش ليزك. لكن نصحى الصبح نلاقي في حاجة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي ان الليزك خلاص بقى محرم دوليا. طبعا احنا دخلنا وبعتنا وشفنا. هي القصة ببساطة شديدة ان في دكتور من الدكاترة اللي هم ادوا تصريح بعمليات الليزك سنة 1999، يعني الليزك واخد تصريح في امريكا من سنة 1999. في دكتور قال احنا لازم نراجع الموضوع ده علشان في مشاكل ظهرت من الليزك، لان اي حد بقى يعمل ليزك، اي حد من مقصود بيه اي مريض واي دكتور بقى يمد ايده يعمل ليزك. فقال لا احنا لازم نراجع، يعني نحطه في بوتقة او في منظومة معينة على اساس ان احنا نضمن نتائج احسن من دلوقتي. هو يقصد اي دكتور عيون؟ بالظبط، لانه مش اي دكتور عيون برضو يعمل. بالظبط بالظبط. فهو ما محرمش ولا اتمنع ولا الكلام ده. والليزك حتى هذه اللحظه بيتعمل في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه، يعني ما فيش حاجه. هو صحه عالميه طبعا يعني. هو التصحيح ده معناها اللي هو زي ما بيقول اعاده ترخيص الامور، يعني عايز يقننها بصوره تانية، بحيث انه مش إن اولا الليزك بيبقى فيه جفاف في العين، الليزك ممكن يبقى فيه تدهور في النظر لو العمليه تمت بصوره خاطئه، لو العمليه تمت في عين ما ينفع عليهاش ليزك. فهو بس عايز ينظم الموضوع ده شويه، دي كل القصه. وده دي حاجه مهمه، انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، علشان ان الليزك من انجح عمليات العيون، يعني تقريبا من اول ما اتعملت تخصص طب وجراحة العيون دي أنجح العمليات وأشهر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. فبالتالي مش ممكن هي تمنع أو يحرم دوليا إلا لو في مشاكل. في مشاكل طبعا بعد العملية بنتيجة ممارسات خاطئة معظمها، مش نتيجة عيب في العملية نفسها. طيب هيبقى السؤال له شقين، ماذا يحدث بعد عملية الليزك في الحالتين؟ في حالة لو حد مش مؤهل قوي، مش متخصص في الليزك، هو دكتور عيون بس مش متخصص في الليزك عملها، او حتى لو متخصص وعملها بس في اكيد اي شيء في اي بروسيدر في الدنيا له حاجات ممكن متوقعه، شويه جفاف، شويه مشاكل في الاضاءه، نفهم دي ونفهم دي. خلينا بناخد الشق الاولي، الشق الثاني اسف، اللي هو المريض عمل عمليه ناجحه جدا مع دكتور استشاري او مع دكتور متخصص في الليزك، وهو فاهم هو بيعمل ايه، والعين ينفع لها الليزك، وكل شيء مشي كويس. مش هيبقى تاني يوم على طول يعني شايف بنسبة 100%، لازم يتوقع ان يبقى في شوية جفاف، في شوية احمرار، في شوية حرقان في العين. بعض الناس بيحسوا بأعراض جفاف، أعراض الجفاف دي بتتراوح ما بين إحساس بالحرقان في العين، إحساس بساعات شبورة في العين، إحساس ان هو ممكن يكون عينيه حمراء. فلازم يتوقع المريض ان بعد العملية هيبقى في مرحلة او في فترة نقاهة، مش هيبقى النظر 6/6. ما يتوقعش ان هو يطلع من الليزر تحت جهاز الليزر وينزل يسوق العربية مرة واحدة، لا، هيبقى الرؤية مش واضحة، في ضبابية في الرؤية، يمكن يكون احسن من قبل ما كان داخل العملية، لكن مستوى النظر برضو يكون فيه شوية شبورة، فبنقوله ما فيش داعي تنزل تسوق العربية على طول. فلازم يتوقع ان يبقى فيه شوية احمرار في العين، في شوية حرقان في العين، في شويه شكه، ممكن يحس كان في حصوايه او رمش غريب موجود في العين، وممكن يكون في ضبابيه كمان في الرؤيه. دي اربع حاجات لازم كل مريض هيعمل عمليه الليزك ولو هي ناجحه 100% هيحس بيها. هيحس بيها تتراوح ما بين فتره 4 ساعات، 6 ساعات، يوم، يومين، وتتلاشى تدريجيا. هي مش هيصحى من النوم مره واحده يلاقي الاعراض دي راحت خالص، لا، ممكن تقعد معاه شويه وتتلاشى تدريجيا. بعد كده هوت بيبقى فيه جفاف في العين، اعراض الجفاف هتلاقيها بتروح وتيجي كل شويه، اللي هي احمرار والحرقان والشكشك. من حين لاخر لازم يستخدم قطرات الترطيب، لان هو الجفاف ممكن يستمر بعد العمليه من 2 إلى 6 شهور. يعني في جفاف هيبقى موجود في العين من 2 إلى 6 شهور، ودور الطبيب هو يحدد هل مستوى الجفاف اللي قبل العمليه
يناسب الليزك ولا يحب يعمل عملية تانية علشان مستوى الجفاف اللي في العين دي عالي ما يتناسبش مع الليزك. يبقى عايزين نوضح نقطة هنا هوت إن الليزك هيعمل جفاف في العين، فلو العين ما فيهاش جفاف قبل العملية هيبقى في نسبة معينة من الجفاف بعد العملية تستمر من شهرين 6 شهور وخلاص. احنا عادة معظمنا بنسبة 99% عندنا جفاف نتيجة الحياة العصرية اللي احنا بنعيش، كلنا بنقعد على الموبايل والكمبيوتر وبنقرا والايباد والتكييف والحاجات دي كلها، وبنسهر كتير والتلوث والتراب والعفار والحاجات دي كلها، فعندنا نسبة جفاف. فهي لو كان نسبة الجفاف محدودة بحيث يسمح معاها عمل الليزك مفيش مشكلة، هتحس بأعراض الجفاف زايدة شوية بعد العملية وتتلاشى تدريجيا بعد كده. لو نسبة الجفاف عالية قوي يبقى هنا في هذه الحالة بنستبعد الليزك أو لازم نعالج الجفاف بصورة قاسية جدا قبل العملية قبل ما ناخد قرار عمل عملية الليزك. فأي مريض هيعمل عملية ليزك لازم يتوقع فيه فترة نقاهة. فترة النقاهة دي مهمة جدا، أشهر حاجة فترة النقاهة هي الجفاف بتاع العين. مهم جدا كمان هو ما يدعكش دفع عينيه، الايد مصدر تلوث ممكن ينقل الميكروبات يحطها على عينيه، حتى لو كانت ايديه نظيفه او بيغسلها بماء صابون كويس قوي مهما كان هي مصدر تلوث. حاجه تانية، الانسجه لسه ما التئمتش بصوره كامله، فبالتالي ده ممكن يحرك الانسجه من مكانها يدخل نفسه في مشاكل ملهاش لازمه. نيجي بقى اللي هو الجزء بقى اللي هو ده الجزء الحلو، ده الجزء اللي هو طبيعي جدا ومفيش اي مشكله، وكل الحاجات اللي احنا قلناها كلها حاجات سيمبل، وزي ما حضرتك قلت كلها حاجات مؤقته يعني في كام يوم هيختفوا. لو العين بقى ما ينفع لهاش ليزك، لو واحد بقى ما خدش باله، يعني ما خدش باله عملها لحد ما ينفعلوش مثلا مش محترف مثلا نفترض، فبالتالي هي الاعراض دي هيمر بيها برضو كلها كانها العمليه ناجحه وزي الفل ما فيش مشكله، لكن مشاكل بتظهر بعد كده اهوت. بعد كده هو ازاي؟ اولا لو كانت نسبه الجفاف كانت عاليه قوي قبل العمليه فاعراض الجفاف هتستمر معاه اكتر فتره طويله، وبالتالي هيبقى مستوى الرؤيه مش حلو. اهم طبقه غير القرنيه وغير العدسه بتاعت العين علشان اشوف كويس طبقه الدموع. طبقه الدموع مهمه جدا علشان انكسار الاشعه جوه العين تكون منتظم، فلو طبقه الدموع دي فيها نقص شديد اللي هو جفاف شديد يبقى هنا هو انا مش هشوف كويس، فدي هتستمر معاه فتره اطول. الحاجه الثانيه لو هو القرنيه نفسها كنسيج رخو او ضعيف وتعمل ليزك هيحصل تمدد في نسيج القرنيه، التمدد ده مش هيحصل ما بين يوم ولا اتنين ولا شهر ولا شهرين، لا ممكن بعد 6 شهور بعد سنه سنتين المريض يحس بتدهور في النظر وتدهور سريع ويكتشف بعد كده انه محتاج يلبس نظاره، وقد يكون المقاس النظاره اللي هيلبسها أسوأ من النظاره اللي كان لابسها قبل كده، لان القرنيه فيها ضعف من الاول، وبالتالي انبعاج، حصل تمدد فيها وحصل انبعاج بالظبط زي ما بعض الناس بيجي لهم حاجه اسمها قرنيه مخروطيه. قرنيه مخروطيه هو ضعف طبيعي، هو ضعف اسف المريض نفسه مولود بضعف في القرنيه نتيجه عوامل وراثيه، فبيحصلها تمدد من غير ما يحصل من غير ما نعمل له عمليه خالص. لكن في قرنيات هي من الاول ماسكه نفسها وخيرها كافي شرها، هتيجي تلمسها بالليزر يحصل التمدد في الانسجه وتتحول الى ما يشبه القرنيه المخروطيه، والمريض هنا يكتشف ان في تدهور سريع في النظر بتاعه، ودي بتبقى بنشوفها كتير قوي بالذات الليزك مش الفيمتو ليزك، لان الليزك انا بستخدم مشرط في خطوه من خطوات العمليه، المشرط ساعات بيشيل طبقه سميكه من القرنيه اكتر ما كنت انا مخطط لها. فمهم جدا ان احنا نعرف انهي واحد يناسبه الليزك وانهي عين يناسبها الليزك، والتكنولوجي اللي هنستخدمها وقت العمليه نستخدم اعلى تكنولوجي موجوده علشان نضمن احسن نتيجه ممكنه. هو كان ده السؤال التاني بقى، لانه دايما ناس بتسال السؤال المشهور او اعمل ايه؟ ليزك ولا فيمتو ليزك ولا بي ار كي ولا فيمتو سمايل؟ الانواع دي بنسيبها دايما للدكتور، هو اللي بيحدد الانسب. هناخد امثله سريعه كده اهوت. الليزر السطحي هو ظهر قبل الليزك بالمناسبه، اللي هو البي ار كي، بس هو طبعا دلوقتي في حصل تطور كبير قوي دلوقتي
وبقى يعني متقدم جدا. فالبي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنيه، بنشيل بس شويه الخلايا بتاعه الخلايا، بس طبقه بسيطه من الخلايا. طبعا ده قديم يعني، احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجه كده زي مكنسه، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. وبعد كده شعاع الليزر ينزل يصلح سطح، يصلح عيوب الابصار على سطح القرنيه. الليزك لازم اعمل قطع في القرنيه، انا ببعد المنطقه او الطبقه الحساسه اللي فيها الاعصاب بتاعه القرنيه، دي الطبقه السطحيه اللي فيها الاعصاب اللي هي المريض هيحس بالالم، بنبعدها عن مسار الليزر. فبنعمل قطع بالفيمتو ليزر بهذا الشكل كده، هو كنا زمان بنعمله بالمشرط، بقينا دلوقتي نعمله بالفيمتو ليزر. وبعد كده المريض بيتحط تحت جهاز ليزر تاني اسمه اكزيما ليزر علشان يصلح عيوب الابصار. بعد ما بنخلص بنرجع الشريحه دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل اللي هو ظهر، ظهر ان انا نفس الطريقه ان انا بشكل او بغير تحدب القرنيه عن طريق ان اعمل قطع بس على مستويين جوه القرنيه، مش مستوى واحد، مستويين، كاني بشيل عدسه من جوه القرنيه نفسها. بس الميزه هنا هو ان انا ما لمستش الطبقه بتاعت الاعصاب خالص ولا عملت فيها اي قطع خالص، انا نزلت تحتيها. فهنا هو الفيمتو سمايل ممكن يكون انسب للناس اللي عندهم جفاف العين. خلاص دي رقم واحد. فلو واحد عنده جفاف عين واحنا شايفين ان هو يعني الفيمتو ليزك او الليزك مش هيبقى مناسب بالنسبه له، فاحنا ممكن نفكر في الفيمتو سمايل. لو لقينا القرنيه نفسها طبيعيه جدا ما فيهاش مشاكل خالص بس هي رفيعه شويه، بنفضل ان احنا ما نعملش قطع في القرنيه، بنفضل ان احنا نستبعد الفيمتو سمايل ونستبعد الليزك او الفيمتو ليزك، ونعمل هنا هو في هذه الحاله الليزر سطحي. بس بننبه ان المريض احنا هننزل شعاع الليزر على سطح القرنيه اللي هي المنطقه اللي فيها طبقه الاعصاب اللي هي تحس بالالم بعد العمليه، فبننبه المريض ان فتره النقاهه هتبقى سخيفه شويه، في شويه حرقان وشكشكه في العين 4-5 ايام، في شبوره في العين قبل ما الانسجه تلتئم تاني، تقعد حوالي اسبوع او اسبوعين. لازم المريض يبقى عارف الكلام ده علشان يبقى عامل حسابه اذا كان عنده سفر ولا حاجه زي كده ياجله، او يختار توقيت العمليه بما يتناسب مع شغله علشان يعرف ياخد اجازه من الشغل بتاعه. فالاختيارات العمليه هنا بتعتمد على الطبيب الجراح. ممكن نستبعد كل الكلام ده ونقول احنا هنعمل زرع عدسه. يعني ممكن نستبعد كل الليزر وفهمتوا ليزك والليزر السطحي ما ينفعش ولا حاجه من دول، وانسب حاجه للمريض في هذه الحاله نعمله زرع عدسه. فالاختيارات طبعا لازم تكون للجراح نفسه. هو ده كان سؤالي، يعني امتى بقى هروح لزرع العدسه مثلا؟ اعتقد الموضوع محتاج حلقه لوحده، لانه زراعه الحساسات دي حلقه، واضح انه احتياجاتنا دلوقتي لزراعه العدسه بقت كتيره، لانه ناس كتير من اللي نظرها بقى سالب 11 و12 و13 و15 محتاجين يقلعوا النظاره. وبنعملها زرع عدسات لسالب 2 وسالب 3 وسالب 4، ما بقتش سالب 11 بالظبط، لان هو الموضوع العدسات كمان تقدمت جدا، وفتره النقاهه بقت سريعه قوي، وبتتزرع من زرع من فتحه صغيره جدا. وعلشان نسبه او معدل انتشار جفاف العين منتشر جدا بيننا كلنا بسبب الحياه العصريه بتاعتنا، فإنا احنا بنفضل ان احنا نعمل عمليه ما تؤديش الى حدوث جفاف بعد العمليه حتى لو فتره مؤقته. فبقينا نستبعد كمان يعني معدل حتى ان احنا نستخدم الليزر في تصحيح الابصار زي الليزك والليزر السطحي، لو قارناه من 20 سنه فاتت لدلوقتي لا المعدل قل، والكفه دلوقتي ما تمشي اكتر في ناحيه زرع العدسات اكتر. عايز اوضح بس نقطه، ان احنا زرع العدسات احنا نقصد ان احنا بنحط عدسه فوق عدسه العين، مش بنشيل عدسه العين الاصليه ونحط مكانها عدسه ثانيه، دي عمليه الميه البيضاء. لكن انا بتعامل مع شخص ما عندوش ميه بيضاء، عنده 20 سنه او 30 سنه، فانا بحط عدسه فوق عدسه العين الاصليه، بدل ما يبقى عدسه لاصقه او عدسه في صوره نظاره بحطها فوق عدسه العين. العمليه دي بقت ناجحه جدا، بقينا نعملها كتير بمعدل اكتر بكتير من العشر سنين اللي فاتت. هروح بقى لسؤال محاكاة، سؤال بيحكي لنا قصة مهمة من قصص العيون، تعالوا نشوف مع بعض. دكتور أنا بقالي سنين يمكن أكتر من 10 سنين بستخدم عدسات لاصقة لأني بفضلها أكتر من النظارات. دلوقتي عايز أبطل أستخدمها خالص وأعمل تصحيح إبصار، بس قريت على النت إنه في تعارض بين الاستخدام الطويل للعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح الإبصار، هل ده صحيح؟ ده سؤال برضو منتشر قوي، لانه في ناس معتقده يعني انه طالما لبس عدسه فترات طويله عدسه لاصقه
هيبقى صعب نعمل تسريح بصراحة. لا هو كل المشكلة ان لبس العدسات بالذات لفترات طويلة بيغير شكل القرنية، يعني القرنية كسطح خارجي احنا بنحط عليه العدسة اللاصقة بتغير شكل القرنية فبتدينا اشكال مختلفة من القرنية ما بتبقاش اشكال طبيعية، يعني ما اقدرش ابني عليها قرار لعمل عملية الإصلاح الإبصار والمريض لسه قلع العدسات، فلو هو بيلبس عدسات فترات طويلة يبقى مطلوب منه يقلع العدسات لفترة قد تمتد الأسبوعين قبل ما يعمل فحوصات الليزك، فما فيش أي معارضة ما بين لبس العدسات وعمليات إصلاح الإبصار، لكن مفروض أنه يبقى في فترة في النص تتخللها عدم لبس العدسات خالص تتراوح ما بين أسبوع أسبوعين ساعات 3 أسابيع أو 4 أسابيع على حسب هو كان بيلبس العدسات فترة بقالها قد إيه أو عدد ساعات كبير في اليوم علشان نعرف نعمل فحوصات مظبوطة وناخد القرار بصورة مظبوطة. تنورتني وأسعدتني وكالعادة أمتعتنا بحوار ممتع جدا في أنواع الليزك وما يدور حول الليزك up to date في 2020. كل الأحدث دايما هتلاقوه في الناس الحلوة أكيد مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعميد كلية الجراحين الملكية البريطانية والجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار. نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبدعت. الله يخليك، متشكرين جدا على الاستضافة. ده اللي متشكر جدا على الله يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوة.